بسم الله الرحمن الرحيم. نبدي بالكيس 5 of Exergy analysis of thermal system. This case is about the combustion. Acetylene C2H2 is fed into an insulated combustor steam boiler at ambient temperature 25 degrees centigrade at a steady state rate of 1 kilogram per second. This is the fuel talking about, along with 140% theoretical air, which enters at 500 Kelvin, as shown in the figure. The combustion products exit at 500 kilopascal and 350 Kelvin. Liquid water enters the boiler at 10 degrees centigrade, 15 kilogram per second, and superheated steam exit at 200 kilopascal. Calculate the exergy destruction and the exergy efficiency of the unit. نبدأ نكتب معادلة الاحتراق حسب المعطيات اللي عندنا، اللي هي حسب ما موجود. C2H2 plus O2 plus 3.76 V N2. راح بالتأكيد نحصل على CO2 زائد H2O زائد النيتروجين يخرج مع التفاعلات. الموازنة كربون 2 هيدروجين 1 2 زائد نص أكسجين يطلع هنا 2.5، وهنا 2.5، وهنا نخلي 2.5. 140% اكسس اير او ثيرتيكال اير. فالمعادله راح تكون كالاتي: C2H2 زائد 1.4 في 2.5 O2 زائد 3.76 في 2.5 في 1.4 تساوي 2 CO2 زائد H2O زائد 0.4 في 2.5 O2 زائد 3.76 في 2.5 في 1.4 N2. ف راح تكون المعادلة النهائية اللي هي C2H2 زائد 3.5 O2 زائد 13.16 N2 يطلع لي 2 CO2 زائد H2O زائد O2 زائد 13.16 N2. هذه المعادلة النهائية اللي راح تطلع لنا للكومبشن، بها عدد المولات لكل جزء أو لكل مكون من مكونات الاحتراق. نشتغل على برنامج الانجينيرينج equation solver. نخلي كل المعطيات اللي عندنا dead state T0 هي 25 أو 298. قبل هذه نروح على الاوبشن على اليونت سيستم، نرتب وحداتنا بالمولر اند ديجري بالكلفن، لان تعرفون الاحتراق يتعامل ويا المولات ويا الحجوم، فلازم ناخذ المولر ماس وبعدين راح نحوله الى كيلوغرام حسب ما هو رايد بالسؤال. اذا نشوف الاكس نوت بالنسبه للبخار ايضا راح يكون عندي صفر. التي 1 نعطيني اياها 25 اللي هي 298 كلفن، هذه نأشرها كلفن. هنا اللي عندي البي 1 هو الضغط الجوي، كيلو باسكال. ونقطة 2 T2
T2 نعطينيها 500 جلفن وال P2 هو نفسه الضغط الجوي اللي نعطيني اياها. البرودكت P3 500 كيلو باسكال and T3 350 جلفن. T4 نعطيني اياها 283 جلفن و P4 نفسه P5 اللي هو 200 كيلو باسكال and P5 ايضا 200 كيلو باسكال. وبالنسبة للماس M1 نعطيني اياه اللي هو 1 كيلو جرام بير سكند وال M4 هي 15 كيلو جرام بير سكند. وعندنا M5 يساوي M4. هاي كل المعطيات اللي نبدي الخطوة الثانية ننزل معادلة الاحتراق حتى نكتب المولر ماس والشغلات الأخرى لكل جزء من الأجزاء. فعندي NC2H2 يساوي لي قلنا 1 حسب المعادلة، وعندي NO2 3.5 و N2 13.16 وال N total للرياكتنس اللي هو NO2 زائد N2. هذا بالنسبة للهواء، لأن تعرفون أنه الهواء يدخل خليط بينما الوقود يدخل وحدة مصاحب مع الهواء. فبالنسبة للهواء أجمع المولات لكل جزء من أجزاء الهواء، أطلع الفوليوم فراكشن للO2 اللي هو NO2 على N total، وY للN2 راح يساوي لي NN2 على الN total، مثل ما تعلمنا. سوي ران بسيط حتى أتأكد ما عندي أغلاط. أوكي، أجعله البرودكت، أطلع المولر ماس مالتها مثل ما موجود. N product CO2 يساوي لـ 2 N product H2O يساوي 1، وعندي N product للـ O2 يساوي 1، و N product للـ N2 يساوي لي 13.16، و N product total راح يساوي summation مال هذه القيم. نطلع ايضا هسه الفوليوم فراكشن الواي برودكت للسي او 2 راح يساوي لي ان برودكت للسي او 2 على ان برودكت توتال. بالنسبة للاتش 2 او والأكسجين وأخيرا الـ N product N2 sorry الـ Y product N2
راح يساوي نفس العملية N product N2 على N product total. هاي حسبنا الـ volume fraction للـ product كلها، طلعت لي هاي النسبة. أجي أحسب هسه المولار ماس، للأساسيات عندي M C2H2 راح يساوي لي 2 في 12 للكربون زائد 2 في 1 للهيدروجين N لل H2O راح يساوي لي 2 في 1 للهيدروجين زائد 16 للأكسجين N للبرودكت هذه الـ M سوري و M للبرودكت. راح ناخذ الـ volume fraction في الوزن الجزيئي لكل واحد من عندهم. أول شيء عندي الـ Y product CO2 في 12 زائد 2 في 16 للأكسجين زائد Y H2O في 2 زائد 16 زائد هذه product زائد Y product لل O2 في 32 وأخيرا زائد Y product لل N2 في 28. هذه يعطيني المولر ماس للبرودكت، طلع لي بهذا الشكل. وأخيرا M للهواء يساوي لي Y O2 في 32 زائد Y N2 في 28. هذا الوزن الجزيئي للهواء الداخل، راح يطلع عندي الام للاير 28.84. هسه حسبت المولر ماس لكل اجزاء او لكل مكونات الاحتراق. نبدي نحسب الانثالبي لمكونات الخليط. ابدي H1 اللي هو للوقود يساوي لي N C2H2 على الرغم من انه واحد، ابدي اكتبها في الانثالبي C2H2 T يساوي T1. H2 قبل هذه لازم احوله الى كيلوغرام، لان الوحدات ناطنيها بالكيلوغرام، فحتى احوله الى كيلوغرام كيلوغرام بيزيس اقسم على المولر ماس للC2H2 اللي أنا حاسبها. H2 يساوي لي راح أبدي أخذ الهواء اللي هو N لل O2 في انثالبي لل O2 T يساوي T2 زائد N لل N2 في الانثالبي لل N2 T يساوي T2 ونفس العملية أقسمها على المولر ماس للهواء مثل ما تعلمنا ران أولي. أوكي H3 الانثالبي للبرودكت راح يصير عندي N لل CO2 في انثالبي CO2 T يساوي T3 زائد N H2O في انثالبي لل H2O و T يساوي T3
زائد N O2 هذه لازم يكون عندي كلها product. اكتب المعادلة مثل ما سميتها في مثال B لل O2 T يساوي T3 زائد N product لل N2 في الامثال ب لل N2 T يساوي T3 ومثل ما قلنا أقسمها على M للبرودكت حتى يطلع لي البيزيس كيلوغرام. أسوي ران أولي أوكي. هنا أنا راح تشوفون القيم اللي حصلنا عليها. يبقى لي ال H4 يساوي لي انثالبي لل water T يساوي T4 على M H2O. يبقى لي ال H5 ما أقدر أحسبه حاليا إلا من طريق الموازنة الحرارية اللي نعطيني خاصية واحدة بنقطة خمسة بس نعطينا الضغط. أطلع هسه الماس لكل جزء من الأجزاء. أطلع إيش تفرضي شو باي ماس اللي هو مثل ما تعرفون كتلة الهواء على كتلة الوقود راح تساوي لي كتلة الهواء اللي أنا عندي هنا موجودة بيها. عندي 3.5 أكسجين في 32 وزن جزيئي مالته زائد 13.16 للنيتروجين في 28 على الـ C2 2 الـ C2 24 زائد H2 2. أسوي ران أوكي. هنا يقول لي خاصيتين يريد X يساوي X4 بس أتأكد عرفناها الـ X4 لو ما عرفناها T4 and P4 not X4 حصير عندي P يساوي P4. أوكي هاي طلعنا الارتفاع شو هنا كتلة الهواء إلى كتلة الوقود. أنا عندي كتلة الوقود واحد إذن كتلة الهواء راح تساوي لي كتلة الوقود في الاير تو فيول ريشيو راح تطلع لي الام 2 هنا أنا اشوفها الام 2 هذه الام 1 سوري فنشوف الجدول تطلع الـ M2 18.4 وبالتأكيد الـ M3 إذا نطبق الماس بالانس تطلع هي مجموع M1 زائد M2. إذن إذا نطبق الماس بالانس صفر يساوي لـ M1 زائد M2 ناقص M3 نجي على التحليل الحراري
اللي هو بالنسبة للبويلر أخذ اللي هو يساوي لي الطاقات الداخلة ويا الطاقات الخارجة داخل M1 into H1 زائد M2 into H2 زائد M4 into H4 ناقص M3 into H3 ناقص M5 into H5. من راح أطلع ال H5. اوكي الأقواس عندي بيها مشكلة M1 H1 M2 H2 M4 H4 this should be 4 M3 N3. اوكي ف هنا الماء تطلع لي ال H بالكيلو جول بير كيلوغرام. حتى استخدم اطلع الخواص لل S لازم اقول ال H5 راح اساوي لي ال H5 في ال M لل H2O. لأن هاي هنا حولناها المولر ماس أساسها. فلما نطلع الخواص مال الاس لازم استخدم ال H5 هذه اللي راح استخدمها. اوكي هسه ابدي بالانتروفي لأجزاء الدورة. نبدي بS1 اللي هو الانتروفي للC2 H2 أحتاج خاصيتين T1 وال P يساوي P1. هذا بما أنه واحدة يدخل فالضغط عندي متساوي عكس ال S2 للهواء راح يصير عندي ال N لل O2 في الانتروبي لل O2 T يساوي T2 and ال P يساوي y o2 في ال p2. هنا احسب البارشال بريشر للاكسجين ضمن هذه المنظومه زائد ال n لل n2 في الانتروبي في الانتروبي لل n2 T يساوي T2 وال P يساوي Y N2 في ال P2. أسوي ران. أوكي هذا زايد مثل ما قلنا للحالتين الانتروبي اللي ذكرناه هنا أنا. هذا أساسه مولار ماس. هذا لازم أقسم على M C2 H2 وهذا أيضا كله أقسمه على الهواء M للهواء. نجي على البرودكت S3 يساوي لي N product CO2 في الانتروبي لل CO2 T يساوي T3 وال P يساوي Y product CO2 في B3. حتى ما ضيع وقت هاي المعادلة النهائية ال S3 كتبتها حسب المعطيات وقسمت على ال N product this error N2 entropy O2 يساوي 2 P يساوي Y P2 N entropy N2 T يساوي T2 اوكي اسوي run. طلعت لي القيم هنا كلها مثل ما موضحتكم ال S
اجي بقى مقادي الاس لل اس 4 يساوي انتروبي للووتر تي يساوي تي 4 P يساوي P4 هاي القيمة للS4 الS5 قلنا عندي خاصيتين يساوي لي انتروبي للووتر T يساوي سوري الP يساوي P5 والH يساوي H5 وما ننسى نقسم على M H2O نقسم على M H2O الرن النهائي their cycle equation entropy water P يساوي P5 H يساوي H5 هنا قوس زايد H2O اوكي طلعت كل القيم نبدا هسه نشتغل على الاكسيرج اناليسيس للمنظومه ابدا اطلع الاكسيرجي هنا ما طالب مني الاكسيرجي فلو طالب مني الاكسيرجي ديستركشن فماكو داعي اطلع بساي 1 وساي 2 وراح اطلع الفرق راسا اللي بيناتهم راح اخذ بالنسبه للغازز اوكي راح يصير عندي دلتا بساي للغاز راح تساوي لي اللي هي ام 1 ان 2 اتش 1 ناقص تي نوت ان 2 اس 1 اوكي زائد M2 into H2 ناقص T0 into S2 ناقص M3 into H3 ناقص T0 into S3 هاي بالنسبة للغازز نفس القاعدة للستيم راح تصير عندي اللي هي M4 into H4 ناقص T0 into S4 ناقص M5 into H5 ناقص T0 into S5 run اوكي اجهز على اكسيرجي ديستركشن واكسيرجي افشنسي صفر راح يساوي لي الدلتا بساي للغازز زائد الدلتا بساي للستيم ناقص بساي ديستركشن توتال and الاكسيرجي افشنسي توتال راح يصير بالتاكيد الاكسيرجي اللي اكتسبه البخار على الاكسيرجي اللي فقده الغازز فصل عندي ابسوليوت اللي هو دلتا بساي ستيم على ابسوليوت دلتا بساي غازز فإذا أسوي ران أشوف النتائج اللي طلعت لي
الاكسيرجي افشنسي something wrong هنا أنا عندي هنا أنا ضمن الران كانت هنا أنا عندي هاش نخالها H 5 والصحيحة هي H underscore 5 لين هاي قلنا البيز مالتها مولر ماس إذا أسوي الران تطلع لي النتائج هنا أنا الاكسيرجي توتال 0.913 والدلتا بي اكسيرجي للستيم للغاز والبساي توتال ديستركشن يطلع لي هذا الرقم. هذه مثال الهوم وورك راح يكون مشابه له وان شاء الله تحلوه وحد لكم فترة وقت الحل واتفق عليه ان شاء الله. مع الشكر الجزيل.